مشروع عائلي يهدف إلى زيادة المحاصيل المصرية على أصغر مساحة ممكنة مع توفير المياه والطاقة، يتجنب استخدام المواد الكيماوية الضارة، ويحاول أن يدافع عن نهج مستدام خال من المبيدات الزراعية. الناس بيتهيأ لها أن سعر المنتج بتاعنا هيبقى عالي جدا علشان هو منتج pesticide free وعشان هو مزروع بتكنولوجي عالي جدا، لكن العكس صحيح. التكنولوجي بيوفر لي تكلفة، وعلشان ما برشش دي لوحدها تكلفة كبيرة جدا بتتوفر عليا. في هذه الصوبات في محافظة البحيرة تستخدم تربة بديلة مصنوعة من ألياف جوز الهند وحاويات بلاستيكية معاد تدويرها لزراعة المحاصيل بتقنية الزراعة المائية تتحكم في مستويات الرطوبة، بالإضافة إلى استخدام مياه يعاد تدويرها أيضا. احنا هنا بنختلف عن الزراعة التقليدية بأن احنا بنستعمل تربة بديلة للزراعة. احنا بنستعمل هنا منتج اسمه كوكو بيت، وهو شعيرات جوز الهند المطحونة، عشان نطلع الزرع بتاعنا في مكان خالي من الأمراض، خالي من الأعفان، خالي من البكتيريا. تضم المزرعة عددا من حاويات الزراعة العمودية تتمتع ببيئة يمكن التحكم فيها، ما يسمح للمحاصيل بالنمو عموديا لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة مع استهلاك 20 لترا فقط من المياه أسبوعيا. الحاوية دي هي مزرعة متكاملة من البذرة للمحصول. اللي بيحصل فيها ان احنا بنزرع بالطريقة الحديثة، وهي اسمها طريقة الزراعة العمودية. فده معناه ان انا بقدر ازرع بكثافة، بطلع من الاربعين قدم دول حوالي 2.5 فدان. غير كل ده فهو محافظ للبيئة جدا. التقنيات المتبعة في هذه المزرعة ومثيلاتها توفر التكلفة وتشجع منتجاتها الزراعية على جذب مزيد من العملاء لتكيفها مع تغير المناخ وتقلباته.